خطب ألم بأمة العدنان أسر الإمام العالم العلوان أثرك يا شمس العلوم لأنهم جند الصليب ومعول الشيطان أثرك يا بحر العلوم لأنهم لم يغتابوا فك الأسير العاني أثرك يا شيخ الحديث لأنهم علموا بأنك كاسر الصلبان تبكيك يا شيخ بريدة إنها تبكي الإمام صاحب التبيان تبكيك يا شيخ العراق وأهلها تبكي الإمام العالم المعوان شيخ حوى كل العلوم كأنه تاج الشيوخ العالم الحران وإذا سمعت الحبر يذكر جملاتان من فقه أحمد خلته النعمان وإذا رأيت الشيخ ساق حديثه قلت المديني بل هو الشيباني وإذا سمعت الشيخ فسر آياتان قلت المجاهد بل هو الطبراني وإذا رأيت جلاده ودفاعه عن عقد أحمد خلته الحراني هذا هو بحر البحور إمامنا شيخ الشيوخ العالم العلواني هذا هو بحر البحور إمامنا شيخ الشيوخ العالم العلواني يا ربي فاجمع شملنا بإمامنا في جنات فيها الظلال الداني.